حضراتكم طالع. طب بالبوكس زحلقت من ايده وعلى طول محمد ابراهيم وما تعرفش مين علقه، الفكهاني، والفكهاني علقه وابتسامة كده، مش بقول لكم مباراة عائلية، ما حدش عارف مين بيضحك لمين. المحاسب هادي فهمي، وضرب الجزاء في الدقيقة 23 لإنبي وعادل مصطفى. عادل مصطفى وجه لوجه لأحمد فوزي، هل أحمد فوزي يصلح غطأه ولا عادل يحط هدف التعادل؟ وهدف التعادل، عادل مصطفى يحط هدف التعادل بعد 4 دقائق من هدف بتروجيت الأول من خطأ قاتل من أحمد فوزي، أهو موجود، طلع غلط، اتزحلقت. محمد إبراهيم استغل الموقف وخد ضربة جزاء من الفكهاني، وأدي ضربة الجزاء يحطها عادل مصطفى عشان تصبح النتيجة 1-1 بتروجيت. مباراة جميلة ومباراة كؤوس فعلا، وواحد بتروجيت تقدم بتروجيت بهدف لأريك في الدقيقة 20، وتعادل عادل مصطفى.